بالظبط اختار. بيقولوا ابن الوز عوام، ويمكن ده اللي حصل مع ريم. يعني ريم باليرينا ومخرجة وممثلة، وكتير جدا من الفنانين دايما كنا بنشوفهم في البرامج يقولوا ايه، بيخافوا على اولادهم من الوسط. يعني يقول لا انا مش عايز ولادي يعانوا زي ما انا عانيت، وسط مش سهل. ده غير بقى ان حد مثلا ممكن يقول لك ايه يا ستي، الفن ده ما بياكلش عيش، طب خدي شهاده اللي هي العاديه ووظيفتك، وبعد كده شوفي الفن ده هوايه. الشاعر سيد حجاب كان مع ريم بقى ازاي في الحته دي؟ يعني لا هو يعني بابا وماما طبعا كانوا من الأول يعني مراقبين جيدين لطفلهم، وفي وقت ما كانش فيه ده برضو العادي. يعني دلوقتي معظم الناس بتودي أولادها أماكن تنمية مواهب وكده، أنا في الوقت بتاعي كان قليلين قوي اللي يعني مدركين النقطة دي. فمن بدري جدا حسوا ان انا عندي حس موسيقي، فدخلت الكونسرفاتوار اتعلمت بيانو وسولفيج غربي، ودخلت معهد الباليه اتعلمت باليه، وكان في انشطه رسم فكنت بروح اشارك فيها، وفخار كنت بروح اشارك فيها. فكان في كده الصورة دي مفكراكي بإيه؟ كان في صورة اللي هي اللي فاتت مع والدك، هنرجع الصورة تاني دلوقتي. الصورة دي بقى الحدوتة بتاعت الصورة دي فاكراها؟ ده كنا في بيت عمتي على الهامك بتاعها كان عندك وقاعدين، كام سنة في الوقت ده؟ ممكن يبقى مثلا ايه 8 سنين 7 سنين. طيب انت قلتي حاجة، المسودات اللي كان بيحتفظ بيها وكان بيحب يكتب بخط ايده، طب فين الكلام ده؟ ليه ما الناس مش بيفكروا يبقى فيه جاليري يا ريت او متحف، يا يعني ريت لانه اقل شيء يعني طبعا ممكن يتم منحه لسيد حجاب، لانه وانتوا عندكم الحاجات دي صح؟ طبعا عايزين نصور الحاجات دي، موجود. نفسنا والله بجد لو تسمحوا لنا، لانه طبعا ده يا يعني ريت دي كلمات في وجدان كل مصري. فالناس لو صحيح شافت مسودة مثلا تترات الافلام تترات المسلسلات كمان تحديدا، هتبقى شيء عظيم جدا يعني والله، بخط سيد حجاب يعني انا اتمنى. والصور وكده. وهي الفترة اللي فاتت بس كانت صعبة علينا جميعا، يعني طبعا في اكيد ان احنا نقرب من الحاجات قوي قوي، بس يعني احنا يعني ده في بالنا وبشكل قوي. يعني انا طبعا، بحاول ده كمان مش مستحيل اعمل. اقول لك دي مش بقتش ملككم لوحدكم، دي صحيح، ملك، لا صحيح دي ملك صحيح التراث المصري صحيح، هو يعني. مش ابويا انا بس في الحقيقة، يعني هو ابو ناس كتير جدا من جيلي ومن جيل قبلي ومن جيل بعد من جيل بعدي. يعني صحيح. الصور في كام صورة كده فاتت برضو، الصورة دي مثلا تفكرك بإيه؟ ده كان في الأوبرا، كان هو عنده ندوة في صالون من صالونات الأوبرا، وكنت أنا حاضرة الندوة. يعني ده كنت بتحضري كل ندواته وحريصة عليها ولا مش دايما؟ ما كانش دايما بيقول لي، لما كان بيقول لي كنت واحدة. بس لما يقولك بتيجي. طبعا.